الله يوفقنا وإياكم، يصلحنا وإياكم. كنت قد تقدمت لفتاة منذ عدة أيام، تمام؟ ولكن يعني العيشة المادية عندهم يعني هم أفضل منا ماديا يعني واجتماعيا. طيب. فأبيها يعني سمح لي أن آتي بأهلي ونعمل رؤية شرعية يعني، والحمد لله وهم جم عندنا وشافوا المكان وحصل توافق، ومفترض إن إحنا كنا هنروح اليوم بحيث إن إحنا نحدد يعني وكده. لكن أنا بصراحة لما قعدت مع نفسي حسيت إن ممكن يبقى في تعالي منهم في الماديات وكده، فبلغت أبيها بإن مفيش نصيب وكده، لكن يعني بعد كده تراجعت وأبيها رفض. فممكن كلمة لأبيها يعني يا شيخ؟ أنت شخص أحمق، يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمك، والناس الأثرياء وافقوا عليك وأتوا إلى بيتك ورأوا الوضع على حقيقته وأعلنوا الموافقة، أنت تتنطى وتقول لا أنا ما فيش نصيب، أنت جبت الرفض من عندك، فأذيتهم وجرحتهم، أذيتهم وجرحتهم في ابنتهم. من الممكن كانوا يتعادوا عليا في يوم من الأيام بسبب إنهم أغنى مننا يا شيخ، مش كده؟ لا مش كده، السيدة خديجة كانت أغنى من رسول الله، وشخصية دينة وعلى وساعدته في الدعوة إلى الله، ووقفت بجواره، وكانت الحل إيه يا شيخ دلوقتي؟ معلش. الحل عندك تروح لواحد طيب من الطيبين تقول لهم هذا الولد أحمق، و علي أنا يا شيخ يعني؟ أنت أحمق شوية. الله يسامحك يا شيخ، جزاك الله خير. الله، يعني الآن هي حلوة صح كده ولا أنا غلطان؟ الجمال والدين متوفرين الحمد لله. الجمال والدين، وانت قلت له ما فيش نصيب. بس ابوها مش عايز يديني فرصة تانية ان انا ارجع يعني وكده. ما هو يخاف على بنته كده في الحقيقة. ما هو انا تسرعت، بس انا ظنيت يعني انه ممكن شوف انه في الاخوة اللي متابعينها يروحوا يخطبوها، انتبه. ف مال وجمال ونسب وناس طيبين، ممكن خلاص. كلمة ليها يا شيخ ان هو يوفي يعني، ما ولا اعرفك عشان ما انت ممكن تكون احمق حقيقة يعني. انا ادعبك الان لكن ممكن حقيقة تكون احمق. ليه يا شيخ؟ انا ليه؟ اعرفك، نعم؟ انا اعرفك لا كلمة لأبيها يعني ان هو يعني يا يلبس ابا الموضوع. البنت، يا ابا الفتاة، الشخص يعتذر يقول بنتكم طيبة وجميلة وحسناء ودينة، وهو انا وصفته بانه احمق، فاقبلوا عذره، بارك الله فيكم، جزاك السلام الله عليكم خير. وحياكم.